تمشي تمشي هلا يا هلا لك هلا شو في؟ هي خزانة المرحوم امي شو جابها لهون؟ ايه ذكرى شي من ريحتها الله يرحمها بلا مسخرة جاوبي على قد السؤال لا تعصب لا تعصب اخوك وليد هو يلي جابها قال هي حصتك من وردة امك طيب أنا بلاقي لها صبر ليك يوسف أمك صار لها أسبوع متوفية وأنا كتير مقدرة حزنك عليها بس يعني لو تركت لك شي إسوارة شي مبرومة من ذهباتها ما كان أحسن من هالكركمة هي؟ ليكي ذهبات لأختي فايزة شو علي؟ أختك فايزة طيوبة وبتستاهل بعدين خدمة أمك كتير بأيام الأخيرة بس البيت أكيد بالنص إلك ولوليد مو هيك؟ البيت لوليد بس ولك شو لوليد بس؟ وأنت شو؟ أنا؟ ولا شي ولا بدي أعرف شي أنا هذا الموضوع مو شاغل لي بالي لأنه في أسئلة كتير لازم جاوب عليها أسئلة شو بالله؟ يوسف أنت قلت لي الصبح أنه حكى معك العميد وبده ياكل موضوع ضروري مو هيك؟ شو بده؟ ليك يا هلا اللي بدي لك يا ما بدي حدا يعرف فيه بس انت محامية وبتقدر تساعديني لانه والله ما عاد قدران فكر بشي شو في حبيبي؟ شو القصة؟ يوسف يا عمري بس قل لي شو صاير معك؟ اليوم اجتنا اخباريه على المخفر انه في ريحه طالعه من بيت مره كبيره بيقولوا لها ورده، المهم طلع النقيب ايها مكسر الباب بحضور المختار وكشف عليها الطبيب الشرعي وتحفظوا على ممتلكاتها يعني في شبهه جنائيه بموتها؟ لا لا ابدا، الطبيب الشرعي اكد انه ميته هي بنوبه سكري وما حدا ساكن معها فما حدا اسعفها طيب يعني وين المشكله؟ انا ماني شايفه مشكله طلعت هي المخلوقة عندها ملف طويل عريض بقسم الأدب لك ما عم بتقول ختيارة كانت عم تشغل قاصرات وتعمل حفلات مشبوهة يعني وملف خرب بيتها ايه طيب هلأ انت مشكلتك وين؟ وحدة من ممتلكاتها صندوق خشب ايه صندوق بخص أمي شو؟ انت شو عم تحكي؟ ليش يعني أمك من وين بتعرفها؟ والله ماني عارفان رح جن طيب اسمع شو كان في بالصندوق؟ في 12 مبرومة وست أساور ومخمسة وخاتم ومبلغ بيطلع له شي 500,000 مو مشكلة هي المشكلة رح تكون حل لكل مشاكلنا لك أنت وين وأنا وين؟
أنا متأكد في تشابه أسماء. شوفي لي القائمة. حبيبي شوف، هي القائمة بالأشياء اللي موجودة بخزنة وردة. طلع، وهي القائمة بأسماء الناس اللي كانت تشغل مصرية عندها، وهون عناوينه. يا هلا، لازم يكون في شي غلط، أنا متأكد في شي غلط. حبيبي، واضح إنه وردة كانت عم بتشغل مصاري لكتير ناس، وأمك وحدة منهم. طيب أمي من لها المصاري وكيف جمعتهم؟ ليش نحن ما بنعرف فيهم؟ ما بيصير تجمع بين أمك ووردة، لأنه هذا الشي بيأثر على سمعتك. فضيحة يا هلا فضيحة، أنا كيف بدي واجه زملائي وكيف بدي واجه الناس؟ والله ماني عارفان. حبيبي، أنت محقق وبتعرف إنه لحتى تحل أي مشكلة لازم تواجهها، مشان هيك هلأ أنت بدك تروق وتهدي لحتى نعرف نحل المشكلة. طيب، خديني على قد عقلي وفكري معي شوي. أنا كنت أقرب واحد من إخواتي لأمي. واضح إنه كان رأي أمك فيك وبإخواتك سلبي، مشان هيك حطت المصاري والذهب عند وردة. لك ليش؟ ما أنا ما تركتها ولا لحظة بحياتها. يا حبيب، هذا رأيك أنت بنفسك، بس بدك تشوف رأيها هي فيك شو. شوفي لي القائمة مرة تانية. ما علي. شوف، هي القائمة بالأشياء يلي بالخزانة، وهي أسماء الناس وهي العناوين. هلا يا هلا. شوف يا حبيبي، انا رح فك هاي الخزانة مشان ما تضل بالشمس. اي والله يا ريت، لانه انا ما بقى اتحمل منظرها بخلقتي. طيب اسمعيني، شو رايك اعمل منها مكتبة؟ منو انت بتخلصي منها ومنو بتخلصي من كراتين الكتب؟ انا رح اعمل لك قهوة. لحظة. شو؟ تعي ساعديني، انا رح فك ابواب الخزانة وانت اسحبي لي الجوارير. يلا. شوي هلا بتخلعي. بتنخلع يعني؟ ما اصلا هي كلها للكب. بعدي. الأغراض صاروا برا، لسه بدك شيء؟ ايه حبيبي، بدي اياك تيجي تقعد جنبي وتقول لي مين هدول الصور اللي بالصندوق. هلا، الصور هي قديمة، شقيهم وكبيهم بزبالة. يوسف، شو هدول حبيبي؟ هادي لشوف. هدول فواتير تبع ذهبات اختي فايزة. ايه بس مو غريبة انه امك تحط فواتير قديمة بشي سري؟ يعني لو مالهم قيمة وطعمة، ليش لحتى تعمل هيك؟ انت شو بدك تقولي؟ يلي بدي اقوله اذا كانوا الذهبات يلي ببيت وردة مو لأمك. طبعا مو لأمي. معناها بالجارور كان في 12 مبرومة وست اساور وخاتم، وهذا بيدل على انه في حدا قبلك فتح الصندوق واخذ الذهبات. شو هالتخبيصات؟ امي منلا الذهب. والله ما بعرف،
هذا السؤال انت يلي لازم تجاوب عليه لان امك ما انا امي. طيب يا محامية زمانك، كيف عرفت انه بالجاروف في ذهب؟ والله ما بدي اذكر كثير، لانه حضرتك اخذت الفواتير وزتيتهم بدون ما تقرا التاريخ. شوف بعينك. قلت لك هدول فواتير ذهبات اختي فايزة، خلصنا بقى. شوف الفواتير كلهم بعدين احكي. ذهبات اختك جداد يعني موديل حديث، اما هدول فواتير قديمين يعني مستحيل يكونوا نفس التاريخ. انت شو اللي بدك اياه؟ اكثر من سؤال. وينهم ومين اخذهم؟ وليد ولا فايزة ولا الاثنين سوا؟ هذا الاحتمال مستحيل، لانه اذا قبل وليد فايزة ما بتقبل. معناها الذهبات يلي ببيت ورده هن لامك. الله يرحمك يا أمي. شو؟ عم بتساوي المكتبة يا مثقف زمانك؟ بدل ما تساوي لنا حياة مثل العالم والناس؟ ولك أنت بتعرف قديش ورثت أمك؟ أحسب لك ياها بالورقة والقلم؟ هلا، أمي ما بتعرف ورثة. أيوة، ما تكون أنت يلي لاطش المصاري. أنت بتعرفيني هيك؟ لا، بس أنا باعتبار أني محامي وبربط كل خيوط ببعضها، فأنا عم فكر إنه نتشارك أنا وياك لحتى نوصل على بر. وأنا عم فكر لا تشوشيني، فكري لحالك. يوسف، أنا في ببالي أكثر من سؤال، إنه من وين إجت المصاري؟ أمك شو كانت تشتغل؟ شو علاقتها بوردة؟ يعني باعتبار إنه أبوك توفى وأنتوا صغار وما ترك لكم شيء وهي ربتكم. طيب، توفى أبي، رحنا عشنا عند ستي، وأمي كانت تشتغل ممرضة بالشام وتجي بالشهر مرة واحدة تعطي ستي المصروف، تسهر معنا ليلة وترجع على شغلها. غيره؟ هلأ أنت متأكد أنه أمك كانت تشتغل بالشام؟ أي متأكد. والله ماني عم أفهم. بتعرفي شو؟ يمكن لما أمي تركت الضيعة نزلت عند حدا من معارفنا ببيروت، ولما ما لقيت شغل رجعت عالشام. يعني وحدة عم بتدور على شغل لتاكل وتطعمي ولادها، من الله ضل كل هالذهب. اه بعدين انت شوف كل الفواتير، بين كل فاتورة والتانية في شي 3-4 سنين. ومو بس هيك، كل الفواتير بتحمل نفس اسم المحل ببيروت، يعني أمك كانت طالعة نازلة على بيروت. بعدين بالله من شو بتشكي محلات الصاغة بالشام؟ قلتلك بجوز كانت تنزل لعد معارفنا ببيروت. معناها بجوز تكون تاركة الذهب عندهم. اتصل انت فيهم وقل لهم ماما تاركة أماني عندكم. ما بظن أمي تترك هيك سروق عندهم. أنا بظن إنه أمي باعت كل الذهبات بعد ما رجعت لعنا. بالله؟ وعلى أي أساس بنيت رأيك؟ بيت ستي كان بالآجار، لما توفت أمي اشترت البيت. يا لطيف، إنه على أساس بيت ستك كان قصر يلدز. خلصنا خلصنا هالة، والله تعبت من هالموضوع. حبيبي، انت لازم تواجه الحقيقة ولازم تعترف فيها. هلا، شوفي لي بدوش تاني؟ ايه بدوش تاني، يالك شو فايق ورايق. طيب بدوش تاني.
ألو، مرحبا سيد طوني. أنا هالة، كنت ربيعة خانم زبونتك، تذكرتها؟ الله يخليك، تسلم. عم أحكي معك من الشام. حماتي كانت تاخد صيغتها كلها من عندك. بلا، أنا أخذت رقمك من ابنك، هلأ من شوي كنت عم أحكي معه على التليفون على المحل. تسلم الله يخليك. حماتي كانت تاخد كل صيغتها من عندك. بلا، هي سمرة طويلة عيونها ملونة، الله يرحمها. ايه والله عطتك عمرها من شي اسبوع، تعيش وتترحم. شكرا. لا لا لا، ما كانت تشتغل بأوتيل، خدمة زباين. قصدك يعني خدمة غرف. لا 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 ابدا، اصلا هي ما كانت تخبي علي شيء ابدا، كانت تحكي لي كل شيء. طيب سيد طوني، بدي اسالك هلا، حماتي كان عندها رفيقه اسمها ورده، كانت تضل معي، يمكن بتعرفها شيء؟ فهمت عليك. طيب لو بدي عزبك، يعني بتعرف شيء حدا ممكن يوصلني لها؟ مزبوط، معك حق، علاقاتها مع الزباين عابرة. طيب بدي اشكرك كتير سيد طوني، عزبتك معي، اخذت من وقتك. شكرا شكرا لك، تعيش وتترحم. شكرا. ايه، حماتي روز خانم تخدم الزباين، والله مو بعين عليها ابدا. الله يرحمك يا حماتي يا روز. هلا، امي ساعديني، خلينا نرتب هاي الكتب بالمكتبة. يوسف، انت عم بتحاول تهرب وتنسى، أو بالأحرى تتناسى. لك يا هالة، أنا رجال بدي أعيش من شغلي ومن تعبي، وما بدي شي من حدا. إيه أنت حر. هالة، ممكن تطلع من هذا الموضوع ولا بقى تفتحي بنوب؟ بس أنا بدي أعرف هذا الرجال اللي بده يكون أبو ولادي، ليش بده يرمي هاي الثروة؟ ولك هاي أمك يا بني آدم. لك حتى لو كانت أمي، ليكي أمي هدمت قيمة منشان تبني قيمة تانية، فهمت علي؟ لا مو صح، بجوز كانت ظروفها صعبة كتير وهي جبرتها أنها تشتغل ببيروت بخدمة. خدمة شو؟ انت حكيتي معها؟ أنا آسفة، أنا حكيت معه لطوني الصايغ بمحل بيروت. بتحب أحكي لك؟ لا تحكي لي شي. المصاري اللي جمعتها أمك هي مشان تضمنوا حياتكم. المصاري لعنة، فهمت علي؟ المصاري لعنة. يوسف يا عمري، أنت بتعرف ليش أمك عطتك الخزانة؟ لأنه هي بدها يكون بيتك بيت العيلة، لأنه هي بتثق فيك. أنت عرفت الرسالة اللي بدها تقلك إياها؟ إيه أنا بعرف، عم تبرر لحاله وعم تبرر لي شغلة بالتعارة. لا، هي كان بدها تربيك انت واخواتك احسن تربيه بغض النظر عن الوسيله. لك انت بتعرف انه هي امي، كرامتها من كرامتي وسمعتها من سمعتي. يا عمري، انت امك ما حدا بيعرف شي عن ماضيها، حتى ورده يلي بتشتغل معها ببيروت ماتت، يعني كل شي مدفن معهم. ما بكفي انا بعرف هالماضي العظيم؟ انا تحطمت صوره امي عندي، تخيلي لو كانت عايشة وطلبوها هلأ لتستلم الأساور، شو كان موقفي قدام العالم؟ حبيبي أنت خجلان من كلام العالم، بس اللي صار مع أمك ما له مسؤوليته وما له ذنبه. كنت مفكر إن المبادئ والأخلاق والقيم هن اللي بيعملوا الإنسان. لا بقى تفكر بشي،
وروح استلم الأمانة يلي تركت لك ياها. ما عم بقدر يا هالة، هلا تركيني لحالي خليني أفكر. فكر على ما، بس تذكر هلأ إنه في أمانة برقبتك وفي عائلة كبيرة برقبتك، أنا وإخواتك وابنك اللي جاي على الطريق.